لأن لو أصلي يومية ركعتين شكر لله سبحانه وتعالى ينصرت في هذه الوزارة ما أدي نعمتها. قلت أول مرة شلون تلزم؟ أولا شلون تلزم الولد؟ والله الولد مصاريخ مبينين وراسك. نعم وضعنا، وهذا رمضان الحرامية معروفين، ما راح يصيح لك ذاك هو مبين. لا لا مو قصدي شلون تلزمهم شلون تكشفهم، قصدي شلون تمنعهم شلون ما تخليهم يروحون بنفس الطريق اللي ماشيين به كثير. أدليك على دروب؟ احنا استاذ نجم فيما يتعلق بالشركات الأجنبية تروح تشوفه بعينك؟ ايه روح للبعثة دليني، تروح للبعثة وشوف الفلل، شوف الفلل ومنين انت تحير تجيب مية لهذا. قل له منين صارت عندك فلة واستبلات ومنين فلوسك منين، وجر من نذانه وخذ على القانون. امير المؤمنين سلام امير المؤمنين سلام الله عليه يقول ما رايت نعمه موفوره الا والى جانبها حق مختصب. والشيخ احمد الوائلي يقول في قصيدته المعروفه رساله الشعر يقول بغداد امسك ما يزال امامنا صور على طرفي نقيض تجمع، يطغى النعيم بجانب وبجانب يطغى الشقى فمرفه ومضيع. في القصر أغنية على شفة الهوى والكوخ دمع في المحاجر يلذع، ومن الطوى جنب البيادر صرع وبجنب زق أبي نواس صرع. الله. ويد تكبل ويد تكبل وهي مما يفتدى، ويد تقبل وهي مما يقطع. نفس القضية تتكرر في كل زمان ومكان للأسف الشديد. وجعلت بهاي القصيدة والله أستاذ أحمد مع الأسف المشكلة كلنا نعرف على قولة رحيم، نعرف الباقنة ونعرف اليومينة، بس حرامينة حرامينة وكح وحرامي حرامينة أكو من يستر عليه. بس قد اختبرت إنسانيتك وألمك عندما أصبحت للعمل وزيرا؟ حقيقة يعني سألني أحد المقدمين البرامج قال لي أنت ما بتندم، أنت المفروض تصير وزير داخلية في وزارة مهمة، ما بتندم صرت وزير عمل؟ قلت له أنا لو أصلي يومية ركعتين شكر لله سبحانه وتعالى ينصرت في هذه الوزارة ما أدي نعمتها. قال لي ليش؟ قلت له لأن يكفي أنك في كل يوم تغيث عشرات الملهوفين وتساعد عشرات المحتاجين وتخطط لكي تساعد مئات الآلاف من ذوي الحاجة والعوز. هم هنالك من الولد من يحاول أن يستغل هؤلاء لدعاية حزبية أو انتخابية مقبلة ما دام أنت تصلي يومية ركعتين؟ يعني احنا ممكن هذا السؤال يوجه إلى كل النواب وكل الذين يتقدمون للحماية الاجتماعية، أنا أتعامل مع الجميع يعني على مسافة واحدة من الجميع، وسأحرص حرصا شديدا على لا يتحول هذا الملف الى ملف انتخابي، لانه يبقى لا بد من ابقائه ملفا انسانيا مميزا، لان فيه من ثواب الاخره وثواب الدنيا. الحقيقه هذا الملف النجاح فيه يعطيك فوز الدارين.